ونعتقد أيضا هذا الهجوم لم يتم بناء على أدلة، وإنما بناء على انطباعات وتصورات ومواقف، وهذا سبب التوتر الكبير الكبير الموجود في الصراع الإيراني الأمريكي. وحاولنا أن نقلل كثيرا ونخفف كثيرا من هذه الأشياء، لكن للأسف الشديد تصل الأمور إلى هذا المستوى. بعد ما حصل وبدأت المعلومات ترد، اتصل أيضا مساعد وزير الخارجية الأمريكي وذكرت له، ما حاولت يعني، قلت له أنا حزين وغاضب لهذا الشيء، والآن ما عندنا شيء نتكلمه، أنا لازم أجتمع بوزارتي وأجتمع بالمسؤولين العسكريين والأمنيين، لذلك بعد هذا الاجتماع سيكون لدينا اجتماع في المجلس الوزاري للأمن الوطني نناقش فيه بتفصيل أكثر الترتيبات والمواقف التي ستترتب عن هذا الهجوم. احنا عبرنا دائما رفضنا أي هجوم من أي جماعة على أي قاعدة عسكرية عراقية وأدناها، ونتخذ أحيانا إجراءات، غير صحيح أننا لا نتخذ، لكن أيضا من غير الصحيح أن يشن هجوم على العراق بهذا الشكل، وهذا يعرض فعلا سيادة العراق للخطر.